في محاكاة لما يحدث في قطاع غزة، أطباء وعمال من قطاع الصحة وعديد من المواطنين الفلسطينيين يفترشون الأرض في إشارة للضحايا الفلسطينيين في غزة ممن تقصفهم أو يقصفهم جيش الاحتلال. هكذا تحولت ساحة الجمهورية في باريس، الكل منبطع على الأرض في إشارة ربما لعدد الضحايا والقتلى والشهداء من الفلسطينيين في غزة وأيضا ما ينتظرهم في رفح. يتصدر هذه المظاهرة الطلبة الذين قمعتهم الشرطة. عدد كبير من الطلبة ما زال موقوفا يطالبون الحكومة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها التاريخية، يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، بل ويطالبون أيضا بمحاسبة كل المتورطين حتى الداعمين أو الصامتين على هذه الحرب. هكذا هي ساحة الجمهورية الآن تحيي ساحات أخرى في قطاع غزة. زهرة فكاني، قناة الغد.